قاموا بالتفجير شيعة وليسوا من المحسوبين على السنة. فلما التقى المسؤول سأل قاسم سليماني كيف يعني كان المسؤول عن هذه التفجيرات إيران، فقال له قاسم سليماني أي شيء يتعرض مع الأمن القومي الإيراني فنكون ضده، وأي شيء يخدم الأمن القومي الإيراني فنحن معه، حتى لو يعني إيه معنى كلامه، حتى لو أدى ذلك إلى تفجير الشيعة. ولعلمكم حوادث كثيرة من اللي استهدف فيها الشيعة المدنيين إيران خلف هذه الأحداث. وزير الداخلية العراقي الأسبق قال هذا الكلام على الهواء، أن التفجير مركز العسكريين في سامراء والذي أدى إلى فتنة طائفية سنة 2006، الطريقة اللي اتفجر بها المركز تبين أن الترتيب ترتيب إيه عسكريين، ويقول أن إيران هي المسؤولة عن هذه التفجيرات. المخابرات الإيرانية، إيران تستهدف العراق، تستهدف العرب بصرف النظر هم سنة ولا شيعة، لكن التشيع تقوده إيران. ما ده اللي احنا عايزين نفهمه للشيع العربي، عليك أن يكون لك ولاء لله عز وجل ثم ولاء لوطنك، لأن هؤلاء ممكن يدوسوا عليك في أي وقت. هذا هو التشيع، هذا هو التشيع، لأن المشروع ده القائم عليه هم ملالي علماء الشيعة كبار مراجع وبينسبوهم لأهل البيت. وطبعا ما تعرف كيف يعني ينسبونا لأهل البيت، ما تعرفش، واحد أصله سيخي والتاني مش عارف أذربيجاني والتالت إيش هكذا. المهم التشيع بلا أقنعة من الضروري أن تعرفه. التشيع بلا أقنعة يبين لك الحقيقة بصرف النظر عن مستواك الفكري، عن مستوى ليس شرط أن تكون باحثا، ويبين أيضا للشيعة الحقيقة. دعونا نشاهد أيضا نماذج من غلو الرافضة في أهل البيت وكيف وصل بهم الغلو إلى الكفريات. الله لولا أنت يا حسين ليس يعبد، الله لولا أنت يا حسين ليس يعبد، كلا ولم نعرف ختام الأنبياء محمد، كلا ولا كلا ولم نعرف ختام الأنبياء محمد. الله لولا أنت يا حسين ليس يعبد، الله لولا أنت يا حسين ليس يعبد، كلا ولم نعرف ختام الأنبياء محمد. يقول والله لولا أنت يا حسين ليس يعبد، يعني لولا الحسين لا يعبد الله عز وجل ولا كنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الكلام ده؟ أنتوا عارفين ده باسم الكربلائي ده أكتر من استفاد من استشهاد الحسين، استفاد من مقتل الحسين أكتر من الجيوش التي الجيش الذي قاتل الحسين لعبيد الله بن زياد، جيش ابن زياد هو استفاد أكتر منهم. هكذا كفريات شركيات. انت تعرف ما معنى هذا الكلام؟ والله لولا انت يا حسين ليس يعبد. هل نحن بحاجة لان نشرح لكم هذا المعنى؟ هذا غلو في الحسين، هذا غلو في الحسين. والحسين رضي الله عنه لو كان موجودا لانكر هذا الكلام طبعا، واهل البيت بكتب الشيعة حذروا من الغلات. وطبعا ده لا شك ان هذا من اقوال الغلات، وشرحنا لكم الفرقة الغلاة اللي كانوا يسموهم علماء الشيعة يسموهم المفوضة. هؤلاء يقولون ان الكون خلق من اجل اهل البيت، وهناك الشيعة يعتقدون في هذه العقائد، وانت شايف ده وله جمهور والناس اللي عادة طلتم ورا منه ده واجره ربما يعني اجره كبير جدا، يتلقى اموال زي الفنانين الكبار. ليست هذه قضيتي على فكرة، أنا أقول إن هذا هو التشيع الموجود دلوقتي، هو نفسه التشيع المجلسي والتشيع اللي تم إضافة
عشرات بل آلاف الروايات المكذوبة على الله ورسوله وأهل البيت، هذا هو الموجود الآن، النسخة الموجودة الآن بتوقيع المجلسي. دعونا نشاهد أيضا قول الرافضة أن الحسين رضي الله عنه يحيي ويميت الخلق كلهم بنظرة واحدة. الحسين يحيي ويميت الخلق جميعا بنظرة واحدة. الحسين يحيي ويميت الخلق جميعا بنظرة واحدة. الحسين يحيي ويميت الخلق جميعا بنظرة واحدة. هذه عقائد، هذه عقيدة الرافضة بلا أقنعة بلا تقية. لذلك أنت تستغرب تقول للرافضي يعني لماذا لا تتوجه لله عز وجل مباشرة بالدعاء، ادعوني أستجب لكم، لماذا تتوجه للحسين؟ لأنه يعتقد في الحسين هذه العقائد، يعتقد في الحسين رضي الله عنه أنه يحيي ويميت الخلق بنظرة واحدة. هل لا إنسان ولا إله؟ هل ده إنسان ولا إله اللي يحيي ويميت الخلق بنظرة واحدة؟ محتاج أشرح لك؟ لما يعتقد أن لولا الحسين ما عبد الله عز وجل ولا عرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين عرفنا الله وعرفنا النبي مثلا، يعني كلام مش محتاج أن أنت ترد. أنا عايز أبين لك التشيع بلا أقنعة، لا يحتاج ان انت تكون باحث ويعني رجل طالب علم حتى تفهم ان هذا باطل وهذا انحراف عن الاسلام، لا يحتاج. لما يقول لك ان مش بس كده، الفرضيات اللي بيفرضوها يؤلهون الحسين، الفرضيات اللي بيفرضوها مثلا سنشاهد مقطع الان احد يعني هؤلاء اصحاب العمائم عليهم من الله ما يستحقون يقول أن قاتل الحسين بمنزلة قاتل الله تعالى. قاتل الحسين بمنزلة قاتل الله عز وجل. فلو كان يقدر ولو من باب فرض المحال لتقريب الفكرة إلى الذهن، لو كان يقدر أو يمكن أن يكون الباري عز وجل متجسدا لقتله قاتل الحسين. والحسين هو مجمع صفات الباري عز وجل، الجمال والجلال الإلهي. نقاتل الحسين بمنزلة قاتل الله عز وجل. إذن في دين الرافضة قاتل الحسين بمنزلة قاتل الله عز وجل، هو الذي يقول يفترض هذه الفرضيات. طب لماذا تفرض هذه الفرضيات أساسا؟ لماذا تفرض هذه الفرضيات وأنت كمان لا تحدث فلاسفة قاعد مع عوام، إلا إذا كنت تريد أن تصد لهم هذا الانحراف؟ هذه مسألة واضحة. معنا اتصال من العراق، عبد الراضي على ما أعتقد، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعليقك على هذه المقاطع اتفضل. صدق الشاعر الكبير الشريف الرضي رضوان الله عليه عندما قال: ولما لم يلاقوا في عيبا كسوني من عيوبهم وعابوا، وإن مقام مثلي في الأعادي مقام البدر تنبح الكلاب، أنت أيها الناصبي العمري. كمل ماشي. تتكلم عن الشهيد قاسم سليماني، وكل شيعة العراق تعتبر تراب نعل قاسم سليماني أشرف من كل عربي ناصبي ينصب. طيب. العداء لآل محمد. طيب خلاص، شكرا على اتصالك. اسمع مني بقى، اولا انت اتكلمت في موضوع بعيد عن موضوع الحلقة. قاسم سليماني هذا تراب نعاله اشرف من وجهك، اذا كنت ترى ذلك فانت حر، اما انتم فانتم تقبلون اقدمة الايرانيين في الزيارات الدينية، تغسلون ارجلهم، الناس تعملون بديكير، فانتم اساسا لا دين لا كرامة، حتى انكم تتصرفون بخسة غير عادية تدينا وتذيلا للإيرانيين. لذلك من الأشياء الجميلة جدا اللي ظهرت مع انتفاضة تشرين مصطلح الذيول، وأنت أحد الذيول، فهذا أولا. ثانيا، لماذا لم تعلق على هذه المقاطع اللي تبين أن أنت عقيدتك عقيدة منحرفة؟ عقيدتك المنحرفة هي التي قادتك لأن تتذيل لإيران وتتعيرن وتكون زينا لقاسم سليماني هذا السفاح الذي شرب من دماء العرب الذي تمجده. وهو ليس موضوع على فكرة،
لكن أنا سبتك لاحظ أن أنا سبتك تكمل حتى نبين للناس أنكم تعتبرون أنا ناصب، يعني هو يعتبرني أنا أناصب العداء لأهل البيت كوني أن أنا أنتقد التشيع أو أعادي قاسم سليماني. أصبح الآن اللي يعادي قاسم سليماني وخامنئي وهؤلاء هو يعادي أهل البيت، هكذا هم يعتبرون هذا الكلام. وهذا الكلام هذه رسالة لدعاة التقريب الذين يرون أن الخلاف بيننا وبين الرافضة خلاف يسير. لا لا، أنتم لا ترون الحقيقة أو ترون الحقيقة لكنكم تتاجرون بأشياء ما لهاش علاقة بالدين. هؤلاء يعتبرون نواصب، أنتم سمعتوا بنفسكم هو يعتبرني أنا وكذلك أنتم أعداء لأهل البيت، رغم أننا نشهد الله عز وجل على محبة أهل البيت وكنا لا تزايدون علينا في هذا الأمر. هم يعتبروننا هكذا. طبعا نحن بالنسبة لي أنا لا يهمني كيف يعتبرنا الشيعة، إذا كانوا هم بيطعنوا في عرض النبي مش هيطعنوا في عقيدتي أنا وأنتم مثلا. إذا كان هم بيكفروا الصحابة من أول الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، يكفروا عمر بن الخطاب اللي بيتكلم عن عدله حتى غير المسلمين، لكن أنا ما يهمنيش هم، أنا يهمني أنتم تعرفوا عقائد الشيعة وتعرفوا التشيع بلا أقنعة. ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.